ادائك دوت من ايه؟ يعني انت دلوقتي مثلا 42 او 48، دي مقاس سنتي ولا ياردة ولا بوسة ولا ايه؟ مش عارفين؟ بعدين في جايزة ايه؟ طب خمن كده شوف يعني. قولي طب الاختيارات ايه طيب؟ طب انت تعرف العقاد ليه كان بيقول العقل الضيق في الجزمة الضيقة؟ العقل الضيق في الجزمة الضيقة عشان الجزمة انتوا تعرفوا مقاس الحذاء بتاعك ده من ايه؟ يعني بالسنتي ولا بالياردة ولا ايه بالظبط؟ سنتي ياردة ما اعرفش، ما جاتش كده يبقى كده. لا وانا بقول لك يعني عامه انت تعرفي الحذاء ده هو اصلا 38 او 42 ده من ايه؟ لا هو بالسنتي تقريبا. وانتي؟ ما اعرفش تعرف العقاد كان ليه بيقول العقل الضيق في الجزمة الضيقة؟ عشان الناس قصيرة يعني ولا يعني ايه؟ لا ليه؟ طب انا هسألك على حاجة، طب انت تعرف ان الحذاء بتاعك ده مثلا لو 48 دوت مقاس ايه سنتي ولا ايه بالظبط؟ هو اكيد مش سنتي. امال ايه؟ طب ما فكرتش فيها؟ هو اقل من 5، اقل من 5 48 كبيرة. انش مثلا في الدبلات اي حاجة. انت ايه؟ انش. اتفضل. اسمي علي الشاعر، مواليد 50، هي لي 63 سنة يعني نعرف نحسبها. بس في حاجة تانية عايزاها؟ أن الحذاء الضيق على رأي العقاد كان بيقول كلمة شهيرة جدا جدا جدا، قال لك العقل الضيق أين يوجد في الحذاء الضيق؟ علشان كده كان يلبس خف ثلاث أربع أيام، لاحظ عليه يلبس الخف ولا ينحني. في عيد الناصر في الستينات تقريبا 61 قبل ما يموت بعدة سنوات وهو بيسلم على جمال عبد الناصر ما انحناش، كان طويل هو عملاق كده، حتى ما كان يجي ينام كانوا بيجيبوا له سرير مخصوص لانه كان مترين تقريبا ومترين وشويه، فيعملوا له سرير بالشبابيك كده وبيهمتان عشان رجله تفلت منه. فالعقل الضيق في الحذاء الضيق، طول ما الواحد لابس جزمه ضيقه بيبقى يحسب المشوار ده كام ساعه، نص ساعه، يقعد يقوم خلع رجله، طب ريحه الشراب، طب ما انا هخلع رجلي من الجزمه، طب ما انا ما البسهاش دلوقتي، انما لو يلبس حاجه رحيبه كويسه. طب ايه الحذاء بقى؟ عايزين نعرف الرقم بتاع الحذاء، واحد بيلبس 42، واحد بيلبس 43، واحد بيلبس 35، ايه ال 35 وال 43 دي؟ نمره. طب هي ايه؟ بلبوصه؟ بلبوصه 2 سم.